مواقع الأحداث. من مواقع الأحداث في لبنان، حيث لبنان على عتبات مرحلة بالغة الخطورة، صدرت مؤشرات تعكس بأن الفراغ الذي أصاب مؤسسات الرئاسة اللبنانية قد يمتد إلى مؤسسات رئاسية أخرى، وتحديدا رئاسة الوزراء، على ضوء إعلان أكثر من حزب مسيحي اعتراضه على سير الدولة ومؤسساتها بشكل طبيعي في غياب رئيس الجمهورية. إلى ذلك، دعت كل التيار المستقبل النواب إلى الاستنفار من أجل التمسك والإصرار على القيام بواجبهم الدستوري والوطني في انتخاب رئيس البلاد قبل أي أمر، معتبرة أن التيار المستقبل يعتبر حدثا جديدا. جينا فيش مراسلة الأمم تسلط الضوء على هذا الموضوع من خلال تقريرها. يبدو أن لبنان أمام العبور